قال له كل خطوة سلام ويجينا بألف سلام ومشكور مشكور مشكور ويجعله في ميزان حسناته اللي هو عامله فيه وربنا يشفيه ويجينا بألف سلامة. وما كنتش يعني منتظر من الاهتمام ده كله من إنسان محترم أكيد يعني. ربنا يجعله كل خطوة سلام ويجينا بألف سلامة يا رب. ومشكور مشكور خالص.